السلام عليكم ورحمة الله. كيف جدي ويوسف باشا معكم من خلف الشاشة. يوسف الو هلا، كويس وهلا وسهلا فيكم في دارك سولز 3. لا مو دارك سولز 3، ليش؟ شوف هذا مكتوب دارك سولز 3، انا ماسحها عشان بس ما تمشي. طب يا اخي الجمهور يا اخي يقول لي العب دارك سولز 3، العب دارك سولز 3، هل لقيته يا اخي؟ في غيره؟ لا ما عليك، انت تحط بس شوف لك مود يحط لك كلمه رقم 3 وخلاص ماشي. فاهلا وسهلا فيكم في دارك سولز 1 3. لسه ما نزلت 3، لسه قدامنا 4 شهور تقريبا ونص، اوكي؟ فقلنا على بال ما تنزل نحمي شويه دارك سولز، وبما انه يعني اغلب جمهوري من بلاد بورن فقلنا خلينا ايش نجيب لكم للاصل. هو الاصل ديمون سولز، لكن ديمون سولز ما قدرت ادبرها بصراحه لان على البلاي ستيشن 3 والكابتشر كارد حقتي ما تلقط ديمون سولز، فقلنا خلينا نجيب للشيء الكويس اللي بعد على طول. يعني هذه وديمون سولز تعتبر في نفس المستوى. ديمون سولز خلينا نقول يعني بدرجه، بس انا عن بالنسبه لي بفضل دارك سولز. دارك سولز يعني هي اللي فعلا قضيت فيها 3 سنوات كامله كذا بدون تقطع وانا العب اللعبه هذه. برضو ليش برضو مرة ثانية ما لعبنا دارك سولز 2؟ لأنه دارك سولز 2 ما كان ميزاكي اللي مسويها فاحتقرها كنسلها. فدارك سولز 3 راح تعتمد على دارك سولز 1، أوكي، وما راح يأخذ أي شيء من دارك سولز 2. فيعني خلينا نقول دارك سولز 2 كان شيء كده تجريبي وفشل فما راح ألعبه. فراح نلعب لكم الشيء الخرافي هذا، الشيء الجميل هذا، راح العبه انا ويوسف على امل ان احنا نقدر نستمر سوا ونختم اللعبه سوا. طبعا انا ما حبيت فكره انه هو يلعب معي علشان بتكون اللعبه نوعا ما سهله، هي بتبقى صعبه، بنموت باقي بنموت ما عليكم، بس يعني انه بتسهل شوي. لكن قلنا على اساس ايش يصير في شريك وقت الرحلات كذا والسواليف والهذا والاخذ العطاء، وان شاء الله يكون ضيف يعني جميل عليكم في التختيم هذا. فبنبدأ الحين نيو جيم بلس، نسمي الشخصية جوتس. أتمنى الصوت هذا ما يكون عالي جدا على الكيبورد، على المايك حلو دي الكيبورد. أعتقد نايت كويس، نأخذ نايت ماستر كي أكيد. الفيزيك راح نأخذ لارج أبر بدي. الوجه، الوجه اللعبة اللي مستحيل تسوي وجه يفتح النفس فيها، مهما ضيعت ساعات فيها ومهما يعني عرفت اللي قعدت كذا 5 ساعات تسوي الوجه بعدين تقول شكله كويس، ما يمديك تخش اللعبة تفك الارمر طالع بوجه خياس كوع. فعلشان كذا انا ما راح احاول اتعب كثير في الشخصية. انا الكيرلي عجبني لكن لا بأس بقصة شعر الياي هذه الدانتي، عرفتها؟ يس، بس امشي لا تحط شعر البيري الفيث هذاك، اول فيث تقابله. ايه لا لا ما عليك. ناخذ دارك بلو، دارك بلو، دارك بلو ولا جري، دارك بلو ولا جري ولا دارك بيربل. يا اخي دارك بيربل هنا يطلع كويس بس تدخل جوا اللعبة يضرب ينضرب ما تدري ايش يجي. خلنا ناخذ دارك بلو. باب 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 با. هنا عاد، هنا عاد كذا تسوي انت الوجه، خش هنا راندوم 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 لين يطلع لك وجه يفتح النفس، يفتح النفس بس انتهينا. راندوم 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 راندوم. واو ولا وجه يبغى يطلع لي كويس. انت بتلبس يعني اوكي لا بتعتمد على الهلم يعني راح تفصفه. ضيعت الوجه، كان كويس الوجه اللي تو ضغط انيشلايز اللي هو يرجع لك كل شيء للبدايه. هي مره واحده في العمر خلاص. ايه جتك جتك ما جتك ابلش افلك في ميل الكاركتر. ناخذ هذا لا باس فيه ويلا نبدا. طبعا الحين بنخش وبيعطيكم القصه، قصه اللعبه. طبعا هالمره في قصه، يعني هذا اللي شيء يعني اللي يشكر عليه ميزاكي انه في اللعبه هذه كذا قبل ما تبدا اعطاك قصه، مو زي بلاد بورن كذا على طول بيل بلاد بس وبعدين ما شفت وين هالبيل بلاد هذه اللي انت رايح تدور عنها. فا يلا نبدا. يوسف ارجوك يعني السكوت بس عشان لا نخرب جو الشباب.
انا ودي اشيل وجهي بصراحه بس يعني ما اقدر يعني لازم اقربكم بوجهي يعني عارفين. فيلا نبدا اطول مقدمه في الحياه. كم اخذنا؟ 5 دقائق تقريبا. In the age of ancients, طبعا راح تلقوا الترجمه تحت اذا ما يطلع عندكم اضافه حرف السي سي. Shrouded by fog, a land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold. Life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. First of the day. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. جميل يا أخي. صحيح أنه كان الصوت عالي أزعجني شوي بس يا أخي جميل. خلص اشتكت اللعبة هذه. إيه خلص تحس أنه طول صح؟ يس جد. And in this land the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. This is our fate. هذا قدرنا ومصيرنا.
بس. وكذا تبدأ اللعبة بعد ما شرحوا لك إيش اللي صار في العصر القديم وبعدين في العصر الناري. تقوم تلقى شخص زي كذا ننزل لك آيتم، تأخذ الآيتم عبارة عن مفتاح. أنت تبدأ قصتك في سجن مسجون ما تدري ليش صار معاك المفتاح، وتبدأ رحلتك السعيدة في ال... طبعا اللعبة هذه بالنسبة للناس اللي ما لعبوا إلا بلادبورن أو كانت بداياتهم بلادبورن، اللعبة هذه فيها نظام، يعني نظام مختلف كثير عن بلادبورن. أول نظام ممكن تكتشفه اللي هو نظام الإكوبمنت لود، الحاجات اللي انت تلبسها لها وزن، الوزن الحاجات اللي انت تلبسها يأثر على تحرك شخصيتك. زي ما انت شايفين الحين الشخصية عندي قاعدة تتحرك بثقل، لو شلت بعض الملابس فسخناها معنا صح، تشوف الحركة اختلفت، صار سريع، صار يمشي، صار يعني يتحرك أسرع. كذلك الشقلبة، شوف هنا الشقلبة صار يتشقلب على قدام. أنا بس نطلع فوق نوريكم أكثر. في 4 أنواع من الشقلبة، فهذه برضو راح تأثر على الموضوع. فالأسرع شيء اللي هي هذه، هذه أسرع شيء. بعدين عندكم ما زالت هذه أسرع شيء، ما زالت أسرع شيء. أوكي هذه الثانية، شوف هنا، ها هذه اللي يسموها الميدرول، الشقلبة المتوسطة. اوكي بعدين عاد تخش في اللي هي اثقل في اللي هي اثقل شيء اللي هي هذه اللي تطيح على جنب. المستوى الرابع خلاص انت يعني اثقل شيء في الحياة، شخصيتك ما راح تتشقلب، عرفت اللي هو بتحاول انها تتشقلب لكن ما راح يصير شيء. طبعا كل هذا يعتمد على وين، هنا شوف في على اليمين تحت وجه الجميل في شيء اسمه كوبمنت لود، تلقى 26 من 50، هو المفروض ما يتعدى ربع ال 50 عشان انا اصير ايش شقلبتي خفيفة. فربع الخمسين اعتقد مو وقت نسوي حسابات. عموما تبدأ اللعبة تلقى البونفاير هذا، طبعا معليش يوسف بيبقى هولد شوي لين ما اقدر استدعيه، لانه ما راح اقدر استدعيه الا بعد ما اخلص المنطقة هذه. هذه المنطقة اللي يسموها المنطقة التدريبية، اللي هو يقعد يعلمك ايش تسوي في حياتك، عرفت برضو ثقيل. طيب هذه احنا نفسخ امه. طبعا انا كشخص اول مره بدا اللعبه فتحت الباب هذا وبكل سعاده شفت الباب اللي قدامي، ابروح له فاكس برنت، لقيت الشيء هذا طايح في وجهي. ايوه ايش السالفه اللي انا منخبز؟ قلت اوكي، يعني انا الاساس اللي اعطاني اللعبه قال لي انتبه ترى اللعبه جدا صعبه ما راح تبدا تلعبها يا فهد. فقلت له يا رجال جيبها خلينا نجربها ومدري شو. فأنا قلت أوكي اللعبة صعبة بس مو بكذا يعني معليش. طيب يا جماعة طب سلاح طب شيء، معطيني سيف مكسور عرفت ويسوي دمج جدا تافه عرفت. فقلت خلاص أوكي يمكن هي صعبة فأقدر أكيد أقدر أذبحها فخلنا نتفاهم معاه. رحت يا عمي أشخط بذي شوف أسوي دمج 2. أنا قلت أيوة في شيء غلط يا عمي، أوكي اللعبة صعبة بس يعني مو كذا. فبعدين لقيت رسالة هنا في النص، لقيتها مكتوبة عنا رن انحاش. فقعدت انحاش انحاش وادور وين السالفة، لقيت انه في النهاية في باب من هنا تخش له تنحاش من بوس. يعني انا انسان ما قد لعبت لعبة اوكي، بديت فيها عند بوس وبعدين حاطين لي مزبل انحاش من بوس. ايش البوس الفلة ذا اللي تنحاش من عنده؟ هنا عاد نبدأ ناخذ اغراضنا، نبدأ نجمع الاغراض. اول شيء راح ناخذ اللي هو شو اسمه الشيلد، الشيلد يعطيك اياه عشان تصد شو اسمه ضربة ذا. لا 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 يوسف معليش يا اخي قعدت دقيت السبرنت وطحت ما كان في شيء قدامي. اوكي فاضي قاعدين نتحرك ثقل. اوكي معليش على الشطحه خرجتني يا رجال. اي فبعد ما تاخذ كل اغراضك كذا تعتبر خلاص يعني بديت الكلاس. طبعا الكلاس برضو يختلف في الاسلحه، ما هي زي بلادبورن اللبس واحد والأسلحة واحدة، فعشان كذا لازم تنتبه. هنا طبعا تطلع ويرمو ذي عليك، إذا أنت ما كنت عارف إيش السالفة بتموت طبعا زي حالتي. بعدين هذا أخوينا اللي أنقذنا زي ما نشوف اللزخ من هنا، ويحكى أنه اللزخ من الوحش اللي إحنا ضربنا معه قبل شوي، لزخ أمه وصطحها لنا هنا بتكلمه. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I are both undead. Hear me out, will you?
طبعا ما راح نقدر نرفض له طلبه اللي انقذنا، فنقول له طيب. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Well, Estus flask. And this. والمفتاح. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. هو يقصد بالحركة هذه إنه شو اسمه البشر إذا ماتوا يصيروا هولو. هولو يعني زي اللي مفرغين من الداخل، فيفقد إنسانيته، فيتحول لشخص مجنون، يعني زي بمعنى صح زومبي. طبعا تسمعون الحين صوت الذبحة، معناها انه فطس، او بترجع تشيك عليه تلقاه مات. الى اللقاء صديقي اوسكار. طبعا اسمه اوسكار، كيف عرفنا؟ خاص لعبنا اللعبة كثير وعرفنا، ما يحتاج اقول لكم. هاي والحين راح نرجع عند البوس، لكن راح يغيرون المكان، راح يحطونا فوقه، والسبب علشان نسوي الحركة هذه. ما ضبطت اللي تسوي، غريبة. ما ضبطت الطبة؟ لا طعنتها بس ما جاني الدمج الزيادة اني سويت الجمب اتاك، عرفت؟ طبعا اذا ذبحته اول مره دخلت عنده يعطيك سلاح هذا اللي بيده، بس انه طبعا الموضوع صعب، بس يعني ما يحتاج، يعني في ناس على طول مخبل من نزلت اللعبه قدروا يذبحوا. بس خذ لك المقطع تلقاه 10 دقائق من 11 دقيقه، 2 2 4 2 2 2 انا جاب اتاك هذه ما كنت اعرفها، كنت استناه لما يكسر اللي تحتي يوقف عليها. هو ما لعبت والله. أنا في البداية مثلك، عرفت اللي فتحت العجة أطالع لذا تحتي يطالع لي، أيوه شو السالفة؟ إيش قاعد تسوي؟ يحتري أنا أحتري، يحتري أنا أحتري، شوي لقيتها طامر لي يا عمي سطح أمي. تعال تستهبل. عمي أقسم بالله كان رعب بالنسبة لي يوم لعبت. بعدين عاد جاني خبر إنه تنزل وتعطيها أروان يطعن من راسه، طبعاً برضو نسيت شلت لكم المقطع هذا. أوكي القصة حتى الآن دخلنا حنا في عصر النار. أوكي العصر النار هذا بدأ يختفي أو بدأ يموت. أوكي فإحنا شغلتنا أن إحنا نبقي النار هذه شغالة، بمعنى أصح إحنا نربط النيران هذه في بعضها. كيف نربطها؟ بأن نروح نلقى البونفاير هذه اللي إحنا شايفينها قدامكم، أوكي، ونولعها. طبعاً هذه مولعة، راح نقابل غيرها في اللعبة ما هي مولعة، نولعها، وبكذا احنا نربط الفاير لينك شراين، يسموها الفاير لينك شراين اللي هو المكان هذا. فإذا ربطنا بكذا نحيي احنا شو اسمه، او يعني نخلي عصر النار مستمر والحياة حلوة والناس مبسوطة. ايش دي العريان اللي قاعد عندي؟ هذا طبعا بتكلمه بيجي يشرح لك القصه بما فيها. في عندك جرسين في العالم هذا، تروح تدقهم. اوكي تدق الجرس هذا انت صحي شيء في اللعبه، بعدين راح نقول لكم وشو، بس ما ودي احرق عليكم اللعبه، لكن هذه تقريبا اللعبه كلها. اوكي انا محتاج اكون خفيف، ما اقدر الظاهر، يبدو نكون مفسخين لازم. طبعا بس طبعا تبدا اللعبه ما انت عارف وين تروح. عندك ثلاث اماكن، اماكن متشعبه، يعني ما راح اقول لك بتروح مكان وتلقاه مقفل فمعناها مو بطريقك، لا ثلاث اماكن ومتشعبه، يعني ممكن تمسك طريق اوكي تكمل فيه تلقى نفسك دخلت مكان المفروض انت ما تخش له لما صار ليفلك 50 او 60. فانا هنا بداياتي كانت جدا سيئه، يعني اول ما بديت طلعت قدام، طبعا انا كذا لكذا بروح قدام بس عشان ابغى اخذ سلاح يهمني يخصني. فزي كذا تمشي قدام تلقى هنا طريق،
تمشي بتلقى الناس الجميلة اللي هنا، واللي يبدو انك زي ما انت شايف، يعني زي ما انت شايف شلون، يعني انا كنت دغدغته وضربتين، شوف كم طير من دمي. فلهذا السبب احنا ناخذ غلطنا ونمشي يا عيال، نجيهم بعدين. ف تعرف شلون انك انت جاي الطريق الغلط، لما زي كذا تخش منطقه تلقى العالم كلها ايش، اقوياء، انت قاعد تدغدغهم بسلاحك ويسوون دمج عليك عالي. طبعا هذا اول مكان. المكان الثاني رحت له، دخلت عند ناس ما اقدر اضربهم. يس، فطلع لي وحش اضربه ما يجيه دمج، لخمت. طبعا راح نوريكم الكلام هذا بعدين يعني، بس انه ما ودي انا اوريكم المكان الحين واحرق عليكم كل شيء، وراح نوريكم شلون يعني تتفادى الشيء هذا وتقدر تذبحه او تضربه. فالحين نبدا الطريق الاساسي المفروض احنا نمشي من عنده. طبعا انا ماني عاجبني كذا ماشي وانا مفصخ، خلنا على الاقل شويه لبس كذا، شويه ستر يا رجل. هنا طريقنا الاساسي واللي انا اكتشفته بعدين، يعني سبحان الله المفروض اللي هو يعني اوضح طريق، لكن بالنسبه لي كان يا عمي وقتها تقعد تلعب لي تايكوندو، اثبت اهجد يا هوش. العالم قاعد تناقز علي شيء، اهدى من كذا يا جماعه. كويس، هذا اخف شوي. ايه لابس النوره، هذا جت النوره حقتهم. يب، هاي اوكي. فهد ما له داعي تموت من البدايه، استحي استحي. ياخذ لك جغمتين كذا وتعذب ابليس. باكستاب. اوكي يوسف، انت منتظرني ولا سحب علي؟ لا منتظرك يا عمي، جمعت 65,000 صوت عشان قاعد ادور بنفس المنطقة. طيب حط لي اياها اقرب شيء ممكن عند ما ودي اقول بصراحة عشان لا اخرب عليها. طيب عند الجسر ولا قبل؟ لا قبل ولا تدري، لا خلي عند الجسر لسه باقي يتحول هيومن. صح. طبعا انا اتمنى اني اقدر يعني اقدم لكم اللعبه بمتعتها الاصليه كذا وبتجربتها المميزه، لكن يعني ما راح اقدر اوعدكم يعني انكم تشوفوا نفس ردات الفعل والصدمات لما لعبتها اول مره، لانه اللعبه قد ختمتها وحفظتها وخلاص يعني. لكن متاكد انه ان شاء الله اللعبه ما راح تخيب ظني وراح تحط لي في مواقف جدا حلوه يعني. يا عمي تفضحنا اللعبه بس تستهبل. يعني احنا سجلنا قبل كذا ومتنا موته غبيه، بس الحمد لله يعني تسجيل طلع مضروب واضطرينا نعيده. طبعا في العرض قالوا لك انه الدراجونز خلاص ما هو فيه، بعدين فجاه كذا يسدح لك دراجون وش كبره بغى يدعسك، عادي جدا. وهذا الشيء برضو للاسف يعني في اللعبه ما انشرح ليه. أو يا أخي شو الحظ السيء ذا يا أخي. أول ذولا يا أخي كانوا يعطوني هيومانيتي، كون خلاص على بال ما وصلت هنا يكون عندي هيومانيتي وكذا. إحنا نولع أول بونفاير، أول شبة نار، واللي هي يعني شيء أساسي في تختيمتنا الجميلة. أنا أبغى تسوي حاجة لكن ما أدري إيش. أوكي هيومن، اجعلني هيومني بني انسان. اوكي كويس، معلق تخاف عليك. واو يا رجل طالع شكله غبي. لا يا ابوي غير، كنسل. شكل شخصيتك طلعت حلوه. نايس بالتنوره. والله يعني جمال جايك اشوفك. يا استدعيتك. افا بدينا ما نكح، بدينا كراشك جابك وكراشك اما عاد. يب وانا قاعد اذبح لك.
اوكي اخذ سولت. شلون قاعد تدبح انت؟ توك طلعت عندي في العالم بعدين قال لي انه تم ارسالك الى البيت. ما ادري فجاه قتلت واحد اخذت منه 40. اي ولد طبعا ارونه قدام يرفس الشخص، اذا رفس الشخص اذا هو رافع الشيلد يمديك شو اسمه تكسر الشيلد حقه، مو تكسر الشيلد يعني تعطيه جارد بريك اسمه. لا تغير علامتك عشان لا تسوي لي حاسه. لا لا نفس مكانها. جود جود جود. بس ابغى اعطيها ليفل عشان نبغى نستخدم السلاح الجميل الانيق اللطيف. زواي هاندا. ايه زواي هاندا. برضه لسه. يلا بعد. نستدعيك مرة ثانية. جاك شيء؟ يس يس. ام كامل. يقول بانك حسنا. حسنا. انه خبر سعيد. حسنا. تعال. تعال يا ولد. تعال. نفس المشكلة. وشو؟ توك تطلع عندي. أما yeah. أنا قاعد أعطي تحية وأقول لك باي باي ما أدري هاي هاي. لا. الحين أشوفك تبي تعطي أي شيء عطني إياه الحين. هلو. شو تسوي؟ ما أدري هذه مكان. هذه كان مكان التحية بس تغيرت ما أدري ليش. ما عندي تحية. أوكي خلاص ما يحتاج. يلا يمين ولا يسار؟ اوكي ولا هذا ولا هذا. الله سويت له واحد باك ستاب ولا ما ادري. نعم انه لاك سيد اللعبه. المفروض انك فاطس ذا. ياب انت قاعد تنطق ما ادري مين قاعد يطقك. الجني الاسود. والله يبدو كذلك. نروح نفتح الصندوق، الصندوق اللي هناك. وش السلاح اللي قاعد تستخدمه؟ اللونج سورد. الباسترد سورد. لا مو الباسترد، البورد سورد. ايه البورد سورد. الباسترد سورد يجيك شو اسمه جريت سورد او سورد كبير. انت ما برضو ما مصر انك ما تغير شكلك؟ انا؟ ايه ما عندي يا اخي. طيب طبعا احد الحاجات برضو المختلفه في اللعبه هذه انه اذا انت شربت علاج شويك يجيه علاج. لا شيل اللي في الراس على الاقل. شوف اكبر مشكله عندي انا مع الراس، يعني مو مشكله اللبس اللي قبل شوي يعني مقبول، بس اهم شيء في الراس. هو اقوى هند. طيب اوكي خلاص نلبس القبول. فما هو زي بلاد بورن يعني ان اخويك له علاج الخاص وانت لك علاجك الخاص. لا احنا يا مرتبطين يعني ممكن انا يكون دمي فول لكن دم اخوي ناقص، فانا مستخدم اضطر استخدم علاج علشان ايش اعالج. فهذا شيء يعني نوعا ما كتم اخرس. هل انا اقدر ولا لسه؟ اي والله اقدر. ياس ياس. وين البلاك نايت؟ وين البلاك نايت؟ رحت تكلم فخمة. طبعا هنا حاطين لك واحد جدا خرافي في بداية اللعبة، جدا نصاب جدا بثر ويلحق لين آخر الماب. وإذا أنت محظوظ طيح لك سلاحه في بداية اللعبة. يا أقعد أستاذ يا مسلم. ما قاعد أبغى قاعدة. أقعد ما ضبطت. الله الباكستاب ملقلق حقك. كيف بس قاعد يركض على ورا. اوكي مات. ما قاعد يا او اعطاني بلاك نايت سورد. ياي هذا كنت اقوله. لانه الشخصيه الوحوش هذه ما راح تطلع لك كثير منها الا بعدين، فعلشان تقعد تسوي فارمينج وتدور على اسلحته يبغى لك وقت رهيب. لكن ارجع صح نسيت. اوه يا عمي والله اول مرة يا عمي يوم طقتني طحت تحت وابتلشت ما عرفت ايش اسوي، في النهاية انتحرت. كنت زعلان يا رجال. كنت منغبن لانه هذا اذا مشيت يرمي عليك ذي النار.
شوف المنكح اللي بسوي. أيوه. آه مستحيل. أوكي لا أي. أوكي بعد. أنا شايفك واقف بس قلت يعني ليفي. طيرت الجثة على تحت يا ولد. واو سطحت أمها. مين؟ أنا؟ الجثة اللي ذبحتها تو. يس. تعال 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 نذبح انزل لي نذبح اوكي انت افتح هاف نايس هنا هنا بنموت هنا طبعا طبعا لازم تموت اول اللعبه عشان تروح تذبح هاف عباره عن شخصيه خرافيه نصابه جدا قويه واللي هو يعتبر انسان مثلك بس يعني انسان نصاب شيء نصاب وحط لك اياه بدايه اللعبه انا بخلي لك بتخليه ايش؟ بخليه لك والله يا يعني انك محظوظ يا بقى يدعسك ذكرني اذا تبي علاج اوكي ايوه اي 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 او 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 لق لق الاخ ملقلق الاخ ملقلق يا عمي اعطاني اعطاني السبرنت اتاك يا عمي خرشني ولد ملقق ذا عندي يا ابوي هافل هافل اهجد هافل تعود من ابليس مستحيل المشكلة ان عندي قاعد يمشي كويس واشوفك انت كيف قاعد تحوم مستحيل يا عمي واو اهم شيء انه باين انك قاعد تسوي باك ستاب اوكي اشوى اشوى هافل باي باي ياي قتلنا فيكتوري عطني اعطاك فولز 3000 ليش انا نصك نايس دائما نص مو ليش اما برضه ثقيل استهبل يا عمي عندك سواي هاندر ولابس لبس النايت شلون ما تصير ثقيل بالضبط بدايه اللعبه برضه يعني في البدايه ليتني ماخذ الوريور الوريور زبط معي ذيك المره كنت لابس يعني الرجول انا مستغرب انك خذيت خذيت النايت وقاعد تبغى تتشقلب بصراحة. عشان بخلي شخصيتي سترينث. وإلى أول بوس. لو يعتبر أحد أصعب البوسز إلا إذا عرفت إيش تسوي. أو لحظة لحظة في هنا شو اسمه دي؟ بالضبط. إيه ده؟ ذبحتها المفروض. كويس شكرا. أما توينكل بس. يس بداية اللعبة ايش تبي يعطيك؟ لا شارل. امس اعطاني توينكلي وشارت اوه كويس انت هل تعتقد انه حان الوقت لتصبح ثريا؟ تريد ان تكسب مبلغ 2000 دولار اضافي في اليوم؟ ألن يساعدك ذلك في حياتك اليومية؟ وهل مبلغ وشو؟ يا عمي فجأة اشتغل اعلان على الكروم وش امي؟ انت هل تريد مدري وشو مدري وشو؟ يا عمي والله أقف قلبي قلت إيش البوس ذا اللي قام يسولف عربي اثنين واحد يس اثنين واحد لبس واي هاندر يعني الحين طبعا شوف البوس زي ما قلنا من أصعب ما يكون لكن إذا فهمت التكنيك هي الفكرة وشو إنك تروح مكان ما يوسف رايح ثم تفك سبرنت تيجي تطلع السلم تحترين اللي نوقف هنا ثم تنزل وتطقه بالسيف وتعيد لكن الشيء هذا احنا ما راح نسويه بما ان احنا اثنين يعني فبنحاول ان انت شايفني يس بنحاول ان ناخذ جرما او شيء نتفاهم معاه بدون ما وات ورا دمك ما رجع 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 مالك انا عندي ذا الزومبي قاعد يرجع ريوس صبر والله والله لازم له صوره معليش اوريك اياها اوكي بعدين نحطها في ال... في الايديت لا طاح تو باد وام اقسم بالله قام يسوي زحفه مايكر يا حبيبي واول بوس اللي هو التيريوس ديمون انتبه انتبه قاتل الله 1100 وين 1000 يا فهد 187 وو اوو انتبه امي البوس في الارض قاعد لي نصه في الارض اقعد بعد شوف التهجيد هنا بالزوايا هاندر عاد المكان هو البوس مكانه ضيق ويسطحك من هنا وهو يضحك يعني سطحه بريئه اقعد اما اسطحك
لا باقي. فيكتوري. شكرا يوسف يعطيك العافية. عفوان. باي. قبلك البونفاير الثاني رحت بعد وقت البونفاير الثاني اعتقد راح نخليها الحلقة الجاية. ما راح نخلي الحلقة هذه كذا بس شيء مبدئي كذا شيء يعني تصويرة بحيث نشوف ايش ردة فعلكم في الموضوع. هل ودكم نكمل؟ هل ما ودكم نكمل؟ هل متحمسين للموضوع؟ هل عندكم افكار مثلا معينة في التختيم هذه ممكن نستخدمها علشان قبل ما نتعمق في اللعبة ونمسك خط وبعدين ما نلقى مشاهدين وما نلقى احد قاعد يتابعها وما حد معطينا وجه؟ فراح تكون هي ما هي قصيرة بس راح تكون يعني خفيفة كذا ما صار فيها شيء كثير، لكن عاد مشوها لنا. عموما هذا شخص فلة خرافي. يوسف اسمع صدى صوتي يعني. اما يس كيف فجأة فلت الصدى ما ادري. فالاخ هذا يدور على يعني يحفز على المساعدة في انك تساعد خويانك تساعد غيرك، و في نفس الوقت يبحث عن شمسه. فالشخصية هذه جدا رهيبة. بعدين طبعا تشوف جسر طويل وجميل وخرافي. طبعا في البداية انت يعني شايف ناس ومحتار بين انك انت يعني تمشي ما تمشي ايش تسوي. طبعا انا باختصر الموضوع عشان لا موت وفك سبرنت، لان هنا بيجي دراجون وبينفخ لك ام المكان ذا كله نار. على الله اني الحق. واو اوكي جاب. طبعا في البداية خذ لك المنكح الخرافي. عرفت ان انا في البداية كنت امشي هنا شوفها قاعدة البريس، كنت قاعدة اتمشى وشايل الهم اللي قدامي عرفت، وكيف اخذ واعطي معاه وشلون ابغى اسحبهم اسحبهم واحد واحد عشان ما اموت. طيب انا لسه في نص التفكير. الا ذا يا عمي نازل لي نفخ النار كذا يا حبيبي شوان. فجات موتة شنيعة بصراحة، موتة جدا شنيعة. اوكي يعطيك العافيه يوسف على وقتك الثمين. يا فيك الله يعافيك. واخيرا ترى الانسان هذا يمكن اكثر من 6 مرات حاولت اني اسجل معاه في حلقه بس ما طلعت، فسويت له تختيم خاص كذا فنشان قلت ابغاك تقول لي تكون معي في هالتختيم هذا على امل انه يضبط. في البدايه ما ضبط لكن الحمد لله يعني لقينا لنا فرصه وضبطناه. فهذا راح يكون تختيمنا الجديد طبعا بعد موافقتكم طال اعماركم جميعا. تيجي كذا طال اعماركم ما يا شكرا يعطيك العافيه. انت واضح انك معي. يعافيك. لا اللي قاعد اسمع طال اعماركم. ايه تحس انها كلجه صح؟ ما ادري هي صح ولا غلط يا عمي. سويت لي لاك في مخي يا عمي. صح طال اعمارك. لا طال طال عمركم. لا عمر اعمار طال زبده. لا نفضح بعض زيادة. طيب اوكي اوكي. هو واضح ان مدرس الاملاء عندنا كان كويس. عاد كلنا نعرف صح كان. صحونا. فاشكركم جدا على المشاهدة واتمنى الحلقة كانت ممتعة خفيفة وجميلة. اعتقد انها طويلة لكن اعتبرها كذا حقنة اولى جرعة اولى. طبعا في حاجه اذا يعني ابغى اطلب منكم شيء واحد شيئين ثلاثه ما ادري. المهم ابغى يعني اكبر قدر ممكن من الاشخاص تحت في التعليق يكتبوا لي مكمل ولا واصل ولا استمر ولا اي حاجه. قل لي انا ابغى التختيم هذا يستمر وليش تبغاه يستمر. اوكي في نفس الوقت قل لي كيف حاب انت التختيم هذا يستمر. حلو. اذا كان عندك افكار اذا كان عندك تحديات معينه اقتراحات انا اتقبلها. ما راح اوعدك اني اسويها لكن راح اتقبلها وراح اقراها. واخيرا قل لي هل تحب التختيم كذا مفصل ولا اقعد اقصقص واجيب لك اهم الاحداث. فاحتري منكم 3 حاجات. اتمنى الكل يعني ما يقصر فيها معي، يعني انا اقعد هنا ومتعب عمري علشانكم، فمعليش اتعبوا دقيقه علشاني واكتبوا التعليق هذا. شكرا ان شاء الله في حلقه قادمه على خير. يوسف تبغى تقول اي حاجه كذا قبل ما نمشي؟ لا بس سلامتهم وسلامتك.
الله ما يسلمكم، واتمنى يوسف كان ضيف خفيف وجميل وودكم انه يستمر معنا وما تكرشوه بعدين تنفسوا عليه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير. الى هنا وبيس. ما ودك تسلم؟ بيس. اوكي. سلام. يلا بس سلام شباب. يلا سلام.